بسم الله. بعد ما اخدنا ازاي نعمل بوست للايمج بحيث ان الايمج تكون موجوده جوه الداتابيز، كنا استخدمنا طبعا الايمج وعملناها جيسون وقطعنا وبالظبط بحيث ناخد الداتا بتاعتنا. احنا المره دي عايز اظبط شويه حاجات لان دي فيها شويه قصور. لو انا عايز ابعت الصوره مع كلام او مع تكست يعني او مع فورم انبوتس بقى عندنا مشكله وكلام زي كده، فازاي نبعت كله مع بعضه، وازاي برضو لو انا عايز اعمل الصوره تتحفظ على فايل، فانا عايز اعمل حل يكون بيمشي معايا على فايل ابلود وعلى ايمج متخزنه جوه داتابيز. فاستبعدت من حاجه اسمها، عملت فاريبل اسمه فايل ابلود، ودوت هنجيبه من ريكوير اكسبريس داش فايل ابلود، وبالتالي طبعا هنعمل له انستول باكسبريس داش فايل ابلود عشان ده بيساعدنا في ان احنا نقدر نستلم داتا فيها ايمجز وفيها داتا في نفس الايه في نفس الريكوست، ويقدر يتعامل مع الفايلز ويقدر يتعامل مع الايه مع الداتا في نفس الوقت. فانا ديني عملت من npm install express dash file upload عشان يحصل له install، نزله تحت كده بقى موجود. عايزين نعمل له use، يعني هخلي بس الاكسبريس بتستخدمه. كل اللي هعمله هعمل له app.use، نعمل app.use خلاص، وهستدعي فيها الفايل ابلود. كتبت فايل ابلود اهو، بس خلاص افتح قوس واقفله بس مظبوط كده. كده هو احنا عملنا ايه، كده احنا استدعينا الفايل ابلود، يعني هو فاهم ان الفورم اللي جايه لي مالتي بارت، يعني تقدر تتعامل مع داتا ومع فايلز سواء كانت ايمجز طبعا او بي دي اف او غيره. الحته بقى اللي فوق دي اللي احنا كنا كاتبينها والجيسون واقص واجيب اول اتنين وبتاع، شيلك سيبك من الكلام ده كله، هنتعامل بشكل مباشر مع الصوره. فببساطه جدا هقول له اف ان الريكوست، هنا بنرجع على الريكوست اللي جالي كله، دوت فايلز يعني جاب الترو، يعني في فايلز، لو في فايلز هعمل شغل خلاص زي ما احنا شايفين كده. كل الشغل بيبقى فيه اللي هو الابلود اللي هي الابديت اللي كنا بنعملها على التيبل زي ما هي مشاجه جنبها خلاص. لو كان في فايلز هبدا اعمل ايه، هكتب دلوقتي كود لو انت عايز تابلود الفايل او الايمج او غيره انه يترفع على السيرفر عندك. فهعملها ازاي، هقول ريكوست دوت فايلز دوت اسم بقى الكنترول اللي بعت لك، اسم الاي دي بتاع الحاجه اللي بعتت لك. فانا سميت ايه، ايمج فايل. ايمج فايل ده اسم الكنترول اللي هيبقى في الفورم اللي هيبقى شايل الفايل اللي عايزين نبعته او الصوره اللي عايزين نبعتها خلاص. لو انت مسميه اي فايل بي دي اف فايل اي حاجه تشتغل معاك مفيش مشكله، بس خد بالك من الاسم ده عشان لازم الفرونت اند تبقى بنفس الاسم. فسميته ايه، ريكوست دوت فايلز، هات منها الايمج فايل دوت ام في، وهبدا اديله الباث بتاع المكان اللي هيرمي فيه الصوره لما يرفعها ابلود. فعملت فولدر اسمه ابلودز خلاص، في فولدر اسمه ابلودز. فولدر اسمه ابلودز ده هيبقى على المين فولدرز، يعني انت لما بتخش على البروجكت هيبقى في فولدر اسمه ابلودز جواه هرفع الصور. تعالى نعمل الفولدر ده مع بعض. ادي ابلودز، الفولدر بقى موجود. بعد كده عملت ابلودز سلاش خلاص، وبعد ابلودز سلاش عايز اسم الفايل، وبعد اسم الفايل الامتداد الاكستنشن بتاع الفايل. فانا قلت بلس وعايز اجيب اسم الصوره، فانا هجيب اسم الصوره من ريكوست دوت بارامترز دوت كاستمر نمبر، على اساس ان كل كاستمر عندي ليه صوره واحده. فانا لو سميت الصوره بتاعته بنفس الاي دي بتاعه فما فيش صور هتتكرر، واوتوماتيك هبقى عارف الايه الباث بتاع الصوره. بعرض صوره الكاستمر رقم 1100 يبقى صورته هتبقى 1100، وممكن اثبت الامتداد مثلا دوت جي بي جي. واحد يقول لي طب افترضنا الامتداد كان جي اي اف او كان الامتداد بي ان جي او كده، مش مهم، انا هنا مش بغير مش بعمل كونفرت، انا بثبت بس الايه بثبت الاكستنشن، ومعنى تثبيت الاكستنشن ما حصلش كونفرتنج، انا بس ثبته عشان بعد كده لما اجي انادي يبقى عندي نظام موحد ما فيش عندي مشكله خلاص. وده مسمى ما يعني ليس له قيمه يعني خلاص. اف ان في ايرور ممكن طبعا اريترن الايرور واسكت، وممكن طبعا اعملها بالجيسون بقى اف ان في ايرور اجيب بقى يعني بالريسبونس يبقى ايرور بقى وكده، بحيث ان يبقى راجع مفهوم ان هو ريسبونس مثلا من كود. يمكن الكلام ده شرحناه قبل كده في كورسات قبل كده، بس ادينا برضو بنراجع. قلت له ريسبونس دوت ستيتس، وهديله مثلا الستيتس بتاعتك وليكن 500 عشان يبقى عارف ان في ايرور حصل، وارد مثلا بسند واقوم مديله الداتا اللي انا عايز ارد بيها اللي هو الايرور بالنسبه لي، فخلاص هيبقى فاهم. وبكده اشيل بقى ريتيرن ايرور العاديه دي لان انا عملت ايه، عملتها في شكل ريسبونس تمام كده. ده لو كان في ايه ايرور، دي الكول باك فانكشن اللي هتشتغل اول ما يحصل ابلود للفايل.
طب ما فيش ايرور، انا مش عايز اي رسائل تطلع، مش عايز اي رسائل تطلع، وانت مش عايز ترفع الفايلات، اعمل كومنت للسطر ده اللي هو الريكوست دوت فايلز بالايه بي الفانكشن الكول باك فانكشن بتاعته. طب والحته اللي تحت بتاعه الابلود الابديت 1 اللي هي على 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 الكوليكشن بتاعي دي ما فيش فيها اي مشكله خالص زي ما هي، مش انا كنت بنادي بريكوست دوت فايلز دوت ايمج ايمج فايل، الحته دي كده بتجيب لي الداتا كلها اللي كانت موجوده في الفايل ابلود، بدل ما كنا بنبعت الايمج لا هقول له ابعت الريكوست دوت فايلز دوت ايمج فايل، بس ايمج فايل في اكستنشن وفي حاجات كتير عايزين منه الداتا، الداتا اللي هي الباينري داتا بتاعته. والحاله دي انا جبت الباينري داتا من جوه الفايل ابلود اللي انت كنت بعته من جوه الفايلز اللي جايه من الريكوست خلاص، وبالشكل دوت كده انا حصلت على الباينري داتا مباشره بدون بقصقص ولا اعمل ولا بتاع، لان ايه؟ لان الاكسبريس فايل ابلود بيظبط لي ده، وفي الحاله دي انا كده مطمن من غير ما اقصقص وملفات تتحول والانسي كود واليوني كود لا هربنا من الكلام ده كله. عشان اتاكد هفتح البوست مان واروح انادي على نفس اللي احنا كنا عاملينه بكده والاد كاستمر ايمج ده بنفس اليو ار ال اللي كان واخد الكانتري وبعديها الاي دي بتاع الشخص اللي انا عايز اعمل له ابلود وبوت، يعني عشان يعدل في الريكورد، بس بدل ما كنت بعمل باينري فايل بس لا المره دي هختار فورم داتا عشان اقدر ابعت بيانات بلس ان انا بقدر ابعت ايه بلس ان انا بقدر ابعت صوره في نفس الوقت. انا هبعت دلوقتي بيانات في الفورم، طبعا البيانات دي مش هتتبعت ولا انا هشتغل عليها لان انا الاي بي اي بتاعتي مستنيه مني فقط لا غير صوره، ما كتبش كود في الالس بس انت ممكن تبقى تبعت اي رساله يعني في الالس، لكن انا بتكلم على الايمج ايمج فايل لازم يكون هنا بقى في الـ في الـ في الفرونت اند هنا يبقى ايمج فايل زي ما انا كاتبه كده، واطلع براوس واختار اي صوره. طبعا الطريقه دي بتديني مساحه اكبر في تحميل البيانات وكلام زي كده عن الطريقه اللي فاتت، الطريقه اللي فاتت كان ممكن الصوره لو حجمها اكبر ما ينفعش مش عارف ايه كلام زي كده او الفايل عموما. هنا هو انا رفعت الصوره اهي، اعمل بقى سند، ما جابليش ريسبونس عشان احنا ما كناش مشغلين السيرفر كنا ناسيين. هفتح نود كده واعمل ايه النود مون عشان نود مون يبدا يشغل الايه السيرفر بتاعي اللي هو 4 3 وارجع اعمل سند له جديد، بعت لي قال لي ايه سكسس ترو وطلع لي المسج بتاعت السكسس. طيب لو رجعنا لل المونجو دي بي هنلاقي الداتا اتسجلت فعلا، لو جيت عملت هنا من الريكوست بتاع الاي بي اي هلاقي ان الداتا فعلا اتبعتت ومفيش عندي مشكله. المره دي بقى عندي كده لو رجعت على الفولدر اللي اسمه ابلودز هتلاقي في الصوره مرفوعه والداتابيز الصوره بقت موجوده جواها، اختار بقى الطريقه اللي تريحك. انا حاولت اعمل لك كل الاشكال بتاعت الايه الابلود للفايلز، ان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي.